الفاول وجود خطأ استخلصها الدفاع المالي. وتوغاو بوبكر كوياتي على مشارف في منطقة الجزاء، فرصة للمنتخب يشاهد الكرة الماضية تسويبة. تسويبة من سعيد بن رحمن، المنتخب الجزائري يرد على ميلود هدفي بعد وديتي غينيا ونيجيريا والتي فاز بهما رفقاء عقل بن ناصر. بلانتوري يتقدم، يأتيه مساديو حماري تراوري، عيادة لكن عادت من الدفاع، الإبعاد مجددا من المنتخب المالي. يمنى حداري من هذه الفرصة المالية، عرضية جاءت على أمام المدافع المالي كما شاهدنا في اللقطة التي جاء ليريس سفيان هو الجديد المنتخب الوطني. دائما الانتشار دفاعي مع تواجد ايضا حماش زاري. على كل لعبت الكره بسرعه حذاري من الانطلاقات على الجهه اليمنى، هذه فرصه للمنتخب المالي. التغطيه رائعه من توغاي، رائع توغاي في الاستخلاص وفي الابعاد. حذاري الخطير لما ينطلق هنا، راوغ بشبيل الكره الى الخلف لتوغاي، يجد